من العلوم التي ذكر العلماء التدرج فيها علم الفقه، وسأقف معه قليلا ثم أنتقل للجزئية الأخيرة وأقف عندها، وهي قضية كيف تكون هناك المنهجية في التدرج. علم الفقه يقول أهل العلم إنه لا بد فيه من التدرج فيه، ولأهل العلم مسالك في التدرج، ومن هذه المسالك ما ذكره بعض مشايخنا ودون في بعض الكتب أنهم يقولون يجب أن يبدأ في الفقه بالتعليق ثم بالتحقيق ثم بالتدقيق، قالوا وإياك والتلفيق. إذا أردت أن تكون فقيها على الحقيقة فابدأ أولا بمعرفة التعليق، يعني تعرف الأحكام مجردة، تأخذ متنا فقهيا وتفهم هذا المتن فقط، لا عليك من شروحاته التي تتعلق بالأدلة والتفريع، وإنما تأخذ هذا المتن، وما وأي متن تختار؟ تختار المتن السائد والمشهور في بلدك الذي يقرئه الناس والمشايخ، لأنه مشهور ويوجد من المشايخ من يدرسه، فتأخذ متنا فتحل ألفاظه فقط تفهم الفروع. فإذا أنهيت هذا المتن كله رجعت عليه بالتحقيق، وما هو التحقيق؟ هو معرفة أدلة هذا المتن، أدلته، وقد تكون الأدلة أدلة نقلية، وقد تكون الأدلة أدلة معنوية مثل الاستدلال من القواعد ومن الإلحاق بالقياس وغير ذلك من المعاني المتعلقة بها. إذن ترجع لنفس المتن نفسه، ترجع له مرة أخرى بالتحقيق وهو معرفته مع أدلته. فإذا ضبطت فقها كاملا، شوف ما أقول لك باب، أقول لك فقها كاملا من أوله إلى منتهى، من الطهارة إلى الإقرار، فإذا أخذت الفقه كاملا فهما ثم رجعت إليه مرة أخرى، هذا التدرج بداء بدرجة بدرجة، وتكرر الشيء مرتين وثلاثا وأربعا وعشرا ومائة وألفا وهكذا، فإذا رجعت إليه مرة أخرى وضبطت هذا المتن وكنت ممن وفقه الله عز وجل للفهم، تنتقل بعد ذلك لما يسمى بالتدقيق، ومرحلة التدقيق أصعب من المرحلتين التي قبلها ولا شك. طبعا كل مرحلة من هاتين المرحلتين طويلة جدا، كون الشخص يحيط بفروع مذهب واحد كلها صعب جدا، ولكن نقول خذوا متنا مختصرا، فإذا ضبطه استطاع أن ينتقل لمتن أعلى منه هكذا. لكن نبدأ أتكلم عن المراحل، أنا أتكلم عنها كمرحلة ولا أتكلم عن كتاب بعينه. فإذا ضبط التحقيق والتعليق ينتقل للتدقيق، وما المراد بالتدقيق؟ التدقيق أن تعرف الخلاف في المسائل الفقهية، تعرف الخلاف وأدلة الخلاف بعد ذلك، وهذا يسمى التدقيق. ولذلك قال فلان من أهل التحقيق والتدقيق في الفقه، التحقيق يعرف مآخذ المسائل، والتدقيق يعرف الخلاف في المسائل. ومعرفة الخلاف له درجات كذلك، فإن الفقهاء يقولون أول ما يبدأ به معرفة الخلاف النازل ثم يرقى إلى معرفة الخلاف العالي، وأهم ما في الخلاف النازل أن يبدأ بالقول الثاني مباشرة. دائما نتكلم نظر مثالا عند الحنابلة مثلا أو عند الشافعية أو إن شئت بأي مذهب الأربعة شئتم، عند الحنابلة مثلا يقولون دائما الرواية الأولى والرواية الثانية، وكذلك عند الشافعية كما في السلسلة لأبي محمد الجوين وغيره عنده روايتين اختصر على ثنتين، مع أن المسألة فيها خمس، ولكن يذكر أهم ثنتين القول الأول والقول الثاني، فدائما يكون هناك قول مقدم ثم ثان ثم بعده قد يكون ثالث ورابع وخامس في المسألة، لكنه تكون دائما أضعف في القولين. هذه عني الفقهاء بذكر هذين القولين، فقديما كان الروايتان والوجهان لأبي يعلى، ثم تطور اختيار الرواية الثانية ما هي وما هي الرواية الأولى المقدمة والثانية، فألف فيها الموفق الكافي، ثم جاء المتأخرون مثل الجراعي فذكر أن الرواية الثانية في المذهب دائما هي الرواية التي يختارها الشيخ تقي الدين أو يختارها ابن مفلح ويستظهرها ويوجهها ويقول ويتوجه كذا، إذا قال ابن مفلح ويتوجه كذا أو قال الشيخ تقي الدين اختارها أو اختارها ابنه تلميذه ابن القيم، هؤلاء الثلاثة ومن في معناهم كابن قاضي الجبل ومثل الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي ومن في معناهم، هؤلاء دائما قولهم هو الرواية الثانية، وذلك معرفة رأيهم من ضبط الفقه. بعض الناس يقول إن اختيار معرفة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في ليس من معرفة فقه الحنابلة، أنت لا تعرف مذهب الحنابلة، لا يستطيع شخص أن يعرف هذا المذهب ويضبطه
إلا أن يعرف خلاف الشيخ تقي الدين والرواية الثانية بأصحابها، لكن بعد أن يعرف الرواية الأولى لكي ينضبط الفقه عنده، يكون بالدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية. فإذا عرف الخلاف النازل في المذهب الذي تفقه به حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو غير ذلك، انتقل بعد ذلك للخلاف العالي. وكيف يبدأ بالخلاف العالي؟ يبدأ أولا بالمسائل الإجماع، فيعرف مسائل الإجماع لكي يقول هذه المسائل ليس فيها خلاف فيخرجها عن ذهنه. وقد عني الفقهاء بذكر مسائل الإجماع، حتى المعلمين منهم فالمتأخرين في القرون الماضية أفردوا مسائل الإجماع ويلحق بها مسائل الاتفاق التي ألف فيها ابن هبيرة جزءا من كتاب الإفصاح. فإذا عرف المرء مسائل الإجماع انتقل بعد ذلك لمعرفة الخلاف، ليس في كل الفقه، لا يستطيع أحد أن يعرف الخلاف في كل الفقه، وإنما يعرف الخلاف العالي في مسائل رؤوس المسائل، في شيء عند الفقهاء يسمونه رؤوس المسائل. رؤوس المسائل ما هي؟ هي أهم المسائل التي يقع فيها الخلاف بين الفقهاء، أهم المسائل. وقد قيل إنها 400 مسألة فقط، وجمعها بعضهم فأوصلها إلى 1000، وبعضهم زادت أكثر. هذه المسائل هي أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المذاهب الأربعة، وما عدا ذلك هي فروع جزئية. لا، غالبا إذا عرفت الكليات تستطيع أن تخرج عنها الجزئيات غالبا وليس دائما. إذا استطاع المرء أن يتدرج بهذه الطريقة، بدأ بالتعليق ثم بالتحقيق بالأدلة لهذا القول فقط فضبطه، ثم انتقل للتدقيق بدرجاته بأن عرف الخلاف النازل ومأخذه، ثم الخلاف العالي. وقبل أن يعرف الخلاف العالي بدأ بمعرفة الإجماع. ومن الخلاف العالي أو أهم ما يعرف من الخلاف العالي رؤوس المسائل. ألف في رؤوس المسائل عشرات الكتب، قد تكون رؤوس المسائل بين مذهبين مثل كتاب الزمخشري ومثل كتاب السمرقندي في رؤوس المسائل بين الحنفية والشافعية، وقد تكون رؤوس المسائل بين الأربعة مثل كتاب أبي المواهب العكبري وكتاب رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر الكوفي ثم البغدادي، ومثل رؤوس المسائل لابن أبي يعلى ورؤوس المسائل لابن الخطاب، وكثير رؤوس المسائل تعد بالعشرات كتب رؤوس المسائل ما ألفوها عبثا، مثل عيون المسائل، عيون المسائل لابن القصار المالكي، كتاب من أبدع الكتب لو تم، وقد سمعت أنه يعني لو وجد كاملا إنما وجدت أبواب منه، وقد سمعت أنه وجد بحمد الله عز وجل في بعض الخزائن في أسبانيا، وأنه حقق في بعض الجامعات المغربية. اختصر كتاب هذا تلميذه القاضي عبد الوهاب البغدادي التغلبي رحمه الله تعالى في كتاب النكت، وفي كتابه الثاني عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب، وأصلها لابن القصار، وكلاهما من مالكية بغداد رحمة الله على الجميع. هذه تسمى رؤوس مسائل، من استطاع ضبطها ضبط الخلاف بين المذاهب الأربعة. وإن استطاع أراد أن يقرأ كل مذهب على شيخ فإنه هذا أوسع له في علمه وأضبط له في فقه. إذن الفقهاء، أنا قصدي من هذا ماذا؟ أن الفقهاء بيّنوا كيف التدرج في الفقه، كيف، هذه أمثلة لما ذكره الفقهاء، وأنا لا أقول إن هذا هو الطريق الوحيد.